الو، مع حضرتك. مساء الخير. اتشرف بالاسم، اتفضل يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، اتشرف باسم حضرتك، اتفضل. لا، انا طالب خط ساخن في منظومه الشكاوى الحكوميه الموحده. مظبوط، ايوه يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. انا اسمي احمد يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، بتسجل شكوى ولا بتتابع؟ والله بتابع، وكنت عايز اطمئن الاول على منظومه الشكاوى شغاله ولا لا. بالفعل يا فندم، هستأذنك لو بتتابع الشكوى، انا محتاجه الرقم القومي ورقم الشكوى. لا، الرقم القومي مش معايا حاليا، ولكن يعني انا حبيت بس اجرب المنظومه زي ما بقول لحضرتك. ولكن كل التحيه لحضرتك. بيجي لك شكاوى منين؟ من على مستوى الجمهوريه ولا من القاهره بس؟ ما عنديش معلومه يا فندم اقدر افيد حضرتك بيها. حضرتك لو هتتابع الشكوى هوفر الرقم القومي، لو مش متوفر حاليا وشرفنا بالاتصال اي وقت. في اي استفسار اخر؟ يا فندم، انا بكلم حضرتك على الهواء. معانا الدكتور طارق الرفاعي، رئيس منظومه الشكاوى الحكوميه، على الهواء مباشره يا فندم، وانا بحيي حضرتك على سرعه الرد. اهلا بحضرتك يا فندم. دكتور طارق، تحيه لحضرتك. اي فندم، احنا عملنا مفاجاه حضرتك معانا على الهواء، معلش. انا عاوز اقول لحضرتك بمناسبه ان حضرتك بتقول من القاهره ولا لا، احنا بنتلقى الشكاوى من جميع انحاء الجمهوريه، وده زي ما قلت لحضرتك بيتم تحليل الشكاوى بصفه دوريه، بنشوفها يعني جغرافيا ونصيب كل منطقه من الشكاوى اللي بيتم تسجيلها. اضافه الى ان بطمن حضرتك ان كان من اولى التوجيهات اللي وصلتني من دوله رئيس مجلس الوزراء فور تنصيبه رئيسا للحكومه هو تعزيز قدرات المنظومه ويعني التوسع. طيب دكتور طارق، عشان معانا الاستاذه الفاضله اللي معانا لازم احييها في وجود حضرتك. اتفضل يا فندم. ولكن كمان عايز اسالها، وسيادتك موجود معانا، هل حضرتك لسه معانا يا فندم؟ بشكر حضرتك، اتفضل يا فندم، انا موجوده مع حضرتك. لما في شكوى في مواطن بيتكلم حضرتك بيقول لك انا عندي مشكله، بتتفاعلي معاه ازاي؟ ايه الاجراء اللي بتعمليه؟ اكيد يا فندم، بتلقى المكالمه وباخد الاول رقم القومي وبياناته وبسجل له الشكوى اللي هو بيبقى عايز يسجلها بالتفصيل. يعني اكتر حاجه بتجي لك النهارده، حضرتك شغاله من الساعه كام؟ من 4 تقريبا يا فندم. بتقعدي لكام يا فندم؟ انا اسف. لا مفيش مشكلة، ل 12. ل 12 من الساعة 4 لحد دلوقتي جالك كام شكوى؟ لا أكتر من شكوى يا فندم، مش هقدر أعد. طيب تقريبا معظمهم كهرباء ولا حاجات غير الكهرباء؟ لا حاجات مختلفة، مش بس كهرباء يا فندم. طيب حل الشكوى، حل الشكوى بياخد وقت قد إيه؟ يعني عشان المواطن اللي بيستغيث، ما هو بيلجأ لكم عشان عنده مشكلة. أكيد طبعا. بتاخد وقت قد إيه؟ هل بترجعي له تاني ولا لا؟ هو يا فندم المفروض بنسجل الشكوى للمواطن، الشكوى بيتم فحصها من خلال الجهه المختصه والرد عليها بيبقى في اقرب وقت، وبالفعل بيتم حل الشكوى من خلال الجهه المختصه. بترجعي له تاني تطمني انه اتحلت ولا لا، ولا الجهه المختصه هي اللي بتتولى هذا الامر؟ الجهه المختصه بتتابع مع المواطن، والمواطن طبعا بيتابع شكوته في اي وقت، 24 ساعه عمل يوميا. عظيم جدا. دكتور طارق. اي فندم، اتفضل. دكتور طارق، انا عايز حضرتك تتكلم للاستاذه الفاضله. انا عاوز اوضح. مساء الخير يا استاذه، انا بشكر حضرتك. انا عاوز اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين دور اختنا العزيزه اللي حضرتك كلمتها دلوقتي. اتفضل يا فندم. دورها هو تلقي الشكوى من المواطن، او انها ترد على المواطن وتوضح له موقف الشكوى اذا كان سبق وسجل شكوى. عشان كده اول ما حضرتك اتصلت بيها سألت حضرتك على الرقم القومي، سألت حضرتك عاوز تسجل شكوى ولا عاوز تتابع شكوى سبق تسجيلها. بعد ما بتقوم بتسجيل طيب الشكوى. طيب خلينا اشكرها كمان، اشكرها دكتور طارق، هرجع ولكن نشكرها عشان يعني تتولى الرد على المواطنين. اكيد ناس لو عايزين. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وشكرا على سرعه الرد وعلى يعني على الاجراء العاجل معانا. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، شكرا. اتفضل دكتور طارق.